وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة، والختام ربما سيفاجئكم وسيفاجئ كل من يستمع إلي. بالختام مشاهدينا الكرام، بغصة إيه بغصة، أنا قررت أترك. على كل حال ما بعرف، رح أقولها هيك بكل بساطة، أنا صار لازم أودعكم. الأسبوع الماضي خضعت للعملية الجراحية رقم 30، بس لما كنت عم بتخبط بعذاباتي وبأوجاعي، وبتعرفوا كلكم أنه هالأوجاع ما أجت من عبث وإنما نتيجة محاولة الاغتيال اللي تعرضت لها ب 25 أيلول 2005، منهم هينين 30 عملية بثلاث سنين. فكرت كتير، أول شيء كنت مبسوطة من حالي أنه على القليلة أنا راضية عن نفسي، لأنه تحديت نفسي وقدرت أرجع للشغل بعد 10 شهور، وقدرت فرجي للي حاولوا أسكيتي أنه ما قدروا يطالبوا مني ولا من مبادئي ولا من عقلي يلي بقي سليم وبقيت طالته حلوة كتر خير الله، لأنه هيك أراد الله وهيك أرادت العذراء ويسوع، وأكيد هيك أراد مار جربيل، لأنه أنا على قناعة أنه الله هو اللي بقرر، مش يد الغدر. يلي بيموت بيكون لأنه خلصوا زيتاته، علما أنه يلي عم بحطوا المتفجرات بهالكميات الكبيرة مش نحن رح نحاسبهم، الله بيحاسبهم. بتأمل أنه المحكمة الدولية تقدر تنال منهم، بتأمل أنه ما ننتهي مع لا كوربي. للزملاء يلي بهالمؤسسة عملوا علي حرب شعواء، بدي أقول لهم فل لما أنا بقرر، مش لما هني بيعملوا معاركهم. بعد ما خسرت معاركهم بقول لهم أنه أنا قررت وقف. بدي أشكر الشيخ بيير الظاهر لأنه قدر تعبي، قدر نتائج الأوديانس العالي اللي أثبتت أني قادرة أجيبها بمهنيتي وبعلمي. تحديت الكل، تحديت نفسي، بس بقولها بغصة، هيدا بيتي. قررت وقف اليوم لأنه في كرامتي. مالي يمكن ما بقى قادرة أقبل دموعي، يمكن ما بقى قادرة أفرجي إنه أنا موضوعية وضد قناعاتي، لما الجرح هالقد كبير عرفت معلش تحملوا دموعي، هي اخر مره بتشوفوها. ما تقولوا لي طولي بالك، الفريق يلي ساعدني خلال كل هالفتره من وقت ما رجعت على العمل بدي اشكره. بدي اشكر كل اللي ساعدوني، في فريق جديد يعني انضم لي مؤخرا، بعرف انه انصدم هلا لانه ما حدا معه خبر بالقرار يلي اخذته، بس بالنتيجة وصلت لقناعة انه انا ما بقى فيني خون الدم يلي انا زرفته، ما بقى فيني خون مبادئي، ما بقى فيني نزدي المستوية وكرامتي لا استرضي حدا دون المستوى، ما بعرف اسمه حتى، منع حدا كان مقرر يطلع باخر لحظة. ما بقى قادرة اتحمل انه نايب يسكر خطه قبل دقيقة ما يطلع على الاستوديو. ليش؟ لان ارتكبت جريمة. بتعرف شو هي الجريمة؟ اني شهيدة. اني شهيدة حية. في ناس يمكن عندهم رأي من الطرف الاخر، يمكن عندهم مبادئ تانية، يمكن عندهم قناعات تانية، بس الشعب يلي انا بعتبر حالي منه وفيه ذنب الوحيد معه من تجاهه انه انا دفعت دم
ما بقى قادرة أوطي من كرامتي وضحي بتضحياتي لأسترضيه. كفى خديع، ما بقى قادرة أقول أكتر من هيك. كل شي بقوله هني عارفين نفسهم، على كل حال خدعوا العالم كفاية. ويمكن نحن بال2005 ساهمنا بوصولهم ودفعنا الثمن غالي. لا مش مزبوط انه اللي ارتكم كل هالجرائم بطل موجود بلبنان، على القليل ننطر القضاء يعطي حكمه. مش مجبورين ندافع عن ناس ما بيدافع عنهم، خلي القضاء يعطي حكمه. على كل حال انا مش هون عم بستفيد من هالمنبر الليلي لحتى اعطي مواقف، بس عم برر ليش تاركي. شيخ بيير بدي اقول لك بحبك. عندي امي وحيده يتفق الدكتور سمير جعجع مع بيير الظاهر، دفع الدم غالي. باي باي.